السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكون بألف خير، ورجعت لكم بمقطع جديد شرح تحديات الأسبوع الخامس للسيزون الخامس. طبعا شباب، صورة مسربة ممكن تتغير فيها أي تحدي، تمام؟ أول تحدي تفتح 7 صناديق بجانك جانكشن، هذه جانك جانكشن لازم تفتح فيها 7 صناديق، فأوريكم أماكن الصناديق الموجودة بجانك جانكشن، الصورة اللي قدامكم. والتحدي الثاني إنك تستخدم الرفت، تستخدم 3 منها، مو لازم نفس الجيم. طبعا الرفت هو الصدع او الشق اللي يخليك تطير بالسماء زي اللانش باد، فهمتوا كيف؟ زي ما تشوفوا قدامكم. طبعا لازم تستخدم 3، مو لازم نفس الجيم، تقدر بكل جيم تستخدم 1، تمام؟ التحدي الثالث انك تذبح 3، تذبحهم باي طريقه بدك اياها، انت حر، المهم انك تذبح 3، مش محددين باي طريقه، تمام؟ والتحدي الرابع انك تدمج 300 دمج بالقنابل اللي تشوفوها قدامكم، تدمج 300 دمج بالقنابل اللي تشوفوها قدامكم، تمام؟ والتحدي الخامس انك تجيب 5 كرات جولف داخل الحفر الموجودة بملاعب الجولف. طبعا ملاعب الجولف موجودة بس بليزي لينك، تمام؟ محل ما نحط دائرة فيها اكثر من 5 ملاعب، لازم تجيب 5 كرات مختلفة ب5 حفر مختلفة. طبعا في بليزي في اكثر من 5 حفر، لازم على كل واحدة تروح تعمل زي ما بسوي قاعد، وتحاول تجيب الكرة داخل الحفرة بخمس حفر مختلفة. والتحدي السادس انك تبحث عن خريطة الكنز وتجيب النجمة، بس للأسف ما أعرف وين النجمة، بس من هون الخميس راح أعرف وأنزل لكم مقطع جديد. والتحدي السابع انك تذبح 3 بشيفتي شافت، هذه هي شيفتي شافت لازم تذبح فيها 3 أشخاص. وهيك شباب بنكون وصلنا لنهاية المقطع، إذا في أي تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات. وبس شباب، هذا كل شيء عندي اليوم، أتمنى لا تنسوني من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.